الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم، ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وتنطلق هذه الحلقة من بعد لقائه بحضراتكم في برنامج مع الحياة مع الإعلامي الأنيق عمر الحنبلي، والتي كانت بعنوان مشكلات الملتزمين. وانطلقت أفئدة أصحاب المشاكل لتكتب حلوا لنا هذه المشاكل، وجاءتنا المشاكل الكثيرة والعديدة في كل أنحاء الحياة وفي كل ظروف الإنسان الملتزم. وأؤكد أن الإنسان المتدين ولي الله الصالح حياته لا تتسم بالمشاكل. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالإنسان المتدين الصالح الأصل أن حياته خالية من المشاكل، ولكن لن يصبح هذا الإنسان خاليا من الهم والحزن على الإطلاق، وإنما تشوب الحياة أحيانا أزمات، كما قلت لحضراتكم في حلقة صبرنا يا رب، أن بقدر الصبر تكون السعادة، وبقدر تفلت الصبر تهرب السعادة. ولما ضاقت الحلقة على المشاكل صممت أن أتحمل مسؤولية معالجة كل المشاكل التي جاءت في تعليقات حضراتكم. ودعوني أهتف في الدعاء والمشايخ والمصلحين الذين يتابعونني الآن، فأقول: لا تهملوا مشاكل الناس، اجعلوا من شكاوى الناس وأسئلتهم إليكم مادة تطرحونها عليهم، فتكون البضاعة منهم وإليهم. اجعلوا مشكلات الناس التي تطرح عليكم وأسئلة الناس التي تطرح عليكم هي مادة دعوتهم ومادة إصلاحهم. هذا الذي جعله يوسف عليه السلام لما احتاجه أهل السجن ولجأوا إليه في تعبير الرؤى، ومن قبل كان يخبرهم بطعامهم قبل أن يأتي، استعمل حاجات الناس في دعوته، وانطلق من صميم أزمات الناس إلى إصلاحهم. قال: ما يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فانطلق من صميم حاجات الناس إليه إلى صميم الدعوة. قلبت في مشكلات حضرتكم التي وصلت، فوجدت أن أهمها مشكلة الذنوب. أخت تقول: كنت أنتقد زوجي أنه لا يحافظ على الصلاة ولا يوافق على حجاب الشرعي، وكنت أحضه على التدين وأعيره بذلك، واليوم وقعت في العشق
وصرت أعشق إنسانا غير زوجي، ولا أستطيع أن أقطع هذه العلاقة. أنا خائنة الآن، فماذا أفعل؟ وآخر يقول: أنا متزوج وأمارس العادة السيئة وأشاهد الإباحيات، حاسس إني بضيع. وآخر يقول: كل ما أجي ألتزم أثبت شوية وبعدين أنتكس، أعمل إيه؟ وآخر يقول: كيف أتوب من الغيبة والنميمة، مع العلم أني أستغفر كثيرا ولكن أرجع مرة أخرى. وأهمهم يقول: لا أستطيع أن أنسى ذنوبي أبدا، كأنها شريط أمامي، فكيف أجعل هذا الشعور لا يورثني القنوط ولا أيأس من رحمة الله؟ لعل جميع المشاهدين أن يذكرون حلقة أريد أن أتوب، والتي دارت عن 10 عناصر، قلت فيها: ثق تماما أن ذنبك لا يزال في سعة مغفرة الله، لا تزال مغفرة الله أوسع من ذنوبك. وقلت أيضا: لا تضيع فرصة التوبة، انهض الآن لا تؤخر. وقلت أيضا: لا تنتظر البدائل الحلال، عليك التقوى وعلى الله المخرج. وقلت أيضا: كل فضيحة أو خسارة أهون من استمرارك في الخطأ، تعجل التوبة وضحي الآن. وقلت أيضا: حرم على نفسك كل حلال يفضي إلى الحرام، مثل دخولك على النت، مثل جلوسك في خلوة وحدك. قلت أيضا: لم تتب طالما نظام حياتك هو هو، لابد من تغيير نظام الحياة لكي تبعد عنك الذنوب. وقلت أيضا: إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ستنبهر بانطفاء شهوتك. وقلت: أهجر من أعانك على معصية الله ولا تطمع في هدايته الآن، وأمامك مهمة كبرى من الحسنات التي تمحو السيئات. كل هذا في محاضرة كيف أتوب. وأدلكم أيضا يا أحباب، وأرجوكم إن كنتم تريدون التوبة الصادقة، أرجوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة، حلقة أريد أن أتوب، وأيضا حلقة لا تستسلموا للذنوب، وحلقة يا ويلنا من الذنوب، ودرس أو خطبة توبة مستعصية، وخطبة المحبة هي سر التوبة، وحلقة صباح الخير يا قلب، وخطبة بعنوان توبة صيني، توبة صيني وتوبة عمولة، لكي نتوب توبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي لقاء هذا المساء دعونا نجلس بين يدي ابن القيم عليه رحمة الله ليعلمنا حكم قضاء الله عز وجل على عباده السيئات والمعاصي، لأن الذنوب، اللهم اغفر لنا الذنوب يا رب، اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب، لأن الذنوب قدر من أقدار الله، والله عز وجل حين يقدرها على عبده، ربك سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، بل ربنا رحيم. وقال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. يا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. علشان الأخ اللي بيقول: أنا مش عارف إزاي أسهر ليلة في قيام الليل أصبح أعمل ذنب كبير عمري ما عملته قبل كده، إزاي ليلة أشوف سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في المنام أصبح أعمل ذنب كبير، إزاي أعمل الحسنة اللي عمري ما عملتها في حياتي طول ما أنا في النهار وبالليل أقترف ذنب كبير، أنا مش عارف. أقول لحضرتك أن الله عز وجل يتعبدنا في كل حال. اسمع من القيم بيقول إيه؟ قال: الله سبحانه يحب أن يتفضل على عباده ويتم عليهم نعمه
ويريهم مواقع بره وإكرامه، فلمحبته الإفضال والإنعام، فلمحبته الإفضال والإنعام ينوعه عليهم أعظم الأنواع وأكثرها في سائر الوجوه والأحوال. ومن أعظم أنواع الإحسان والبر أن يحسن سبحانه وتعالى إلى من أساء. ما هو أنت لما عملت الحسنة الكبيرة ريشك منفوش، وأنت عمالة بتوعظي زوجك أنه مقصر في الصلاة، رفع راسك أن أنت الناظر في البيت. لكن لما الواحد يبتلى بالذنب ينكسر. شفت الصورة لحبيبي في الله واخويا الشيخ حازم شومان ربنا يتم شفائه، وواقف جنبه حبيبي في الله الشيخ عبد الرحمن الصاوي بيرقيه، وشفت الشيخ حازم ملوي كده، قلت اهي اللاوية دي هي اللي بتجيب الشفاء، واللاوية دي ولاوية الرقبة دي والانكسار ده هو ده مراد الله عز وجل من العبد بالمرض. لما ربنا يكرمك وتعيا ما تنفش ريشك، ما تتنططش وتقول انا عايز اتجوز تاني. لما ربنا يكرمك وتعيا انكسر لله. علشان كده بتسلط علينا الذنوب وتسلط علينا السيئات، ويقول الاخ انا اعمل الذنب ده، انا اعمل السيئة دي. ايوه انت تعمل الذنب الضخم ده والسيئة دي عشان هو ده اللي هيكسرك، لانك كل ما بتعمل طاعة ما بتنكسرش، والدخول على الله من باب الذل. لباس عرفنا يبقى نعمل السيئات علشان ندخل على الله من باب الانكسار. اللي بيحبوا ربنا ما يعرفوش يقولوا الكلام ده. المحبين لهم أحوال، لهم أحوال مع الله. علشان كده المحب إذا ابتلي بالذنب انكسر وعرف أنه مراد الله وانكساره ده. فاكرين أسرار الصلاة؟ انتوا بطلتوا تتفرجوا على أسرار الصلاة، وأسرار الصلاة بتنزل كل يوم على صفحتي على فيسبوك، أتمنى أنكم تدخلوها. واللي ما عندوش حساب فيسبوك اوعى تعمل حساب فيسبوك، اوعى، ده ازرق، ده وحش، واللي يقدر يسيبه يسيبه. بقول ان اسرار الصلاة كلها نازلة على موقع قناة الرحمة، ونازلة كلها في قناتي على يوتيوب وقناة الرحمة يوتيوب. فاسرار الصلاة قلنا ان الانسان اجمل احساس له وهو راكع انه انكسر. شوف الركوع انكسار، انت عدل كده والركوع بيكسرك. احساسك وانت راكع احساس ايه؟ إحساس المكسور، إحساس الإنسان المنكسر لله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وحكى بعض العارفين أنه قال، اسمع بقى، شوف شوف الدعاء الغريب ده: طفت ليلة في ليلة مطيرة شديدة الظلمة وقد خال الطواف. يا خبر أبيض الطواف، وحشتيني يا مكة. يا خبر أبيض الطواف، ليه كده بس يا ابن القيم بتوجعنا ليه؟ ده احنا محرومين من الطواف وقاعدين. يا رب ارزقنا الطواف يا رب، يا رب يسر لنا الطواف والحج والعمرة يا رب. لسه بيقولوا دلوقتي ان ان شاء الله هطلع عمرة معاكم قريب في اول شهر فبراير ان شاء الله في مع شركة السكينة، عايزين نطوف سوا. اللهم ارزقنا الطواف يا رب، يا رب يكفينا شر العين يا رب. بيقول: طفت في ليلة مطيرة شديدة الظلمة وقد خلى الطواف، فضي الصحن فاضي، وطابت نفسي، فوقفت عند الملتزم ودعوت الله فقلت: اللهم اعصمني حتى لا أعصيك. يا سلام، الراجل لقى الطواف فاضي ورايق. طب الطواف فاضي ورايق يبقى يروح فين؟ يروح على الملتزم. ما هو دام الطواف رايق يبقى الملتزم رايق. راح على الملتزم، وقف على الملتزم، حب يجيب دعاء حلو، فما لقاش كلمة يقولها غير انه يقول: يا رب يا رب يا رب اعصمني يا رب، يا رب اعصمني يا رب.
وبتحلو حقيقي حوالين الكعبة الدعوة دي. أنا عايز أعترف إن عند الكعبة الإنسان بيقول أنا يا رب ترجعني، يا رب هترجعني مصر ليه يا رب، يا رب هترجعني أروح ليه يا رب، يا رب هترجعني للتليفون وللنت وللشغل وللمواصلات يا رب يا رب، ده أنا بقالي أسبوع ولا 10 أيام حوالين بيتك، لا شفت حاجة حرام ولا سمعت حاجة حرام، وعمال واقف تحت العرش أناجيك وأطلب منك وطوف ومرغ وجهي على بيتك، يا رب هترجعني يا رب. طب يا رب لو هترجعني رجعني معصوم، يا رب يا رب ما رجعش للذنوب يا رب يا رب. الحج والعمرة بينفوا عن صاحبهم الذنوب، يرجع زي ما ولدته أمه. خليني نضيف على طول يا رب، قال فهتف بي هاتف فقال أنت تسألني العصمة وكل عبادي وكل عبادي يسألونني العصمة، فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل ولمن أغفر؟ قال فبقيت ليلتي إلى الصباح أستغفر الله حياء منه. المعاني الكبيرة إن أنت تستغفر من دعوة، إن أنت تستغفر من حال. والله كل ما هتعرف ربنا أكتر، كل ما هتستغفر من حاجات ما كنتش بتستغفر منها ولا يخطر في بالك إنك تستغفر منها. لما نتعلم الدعاء هنستغفر ربنا من أدعية كتير كنا بندعيها، كنا غلطانين وإحنا بندعي أدعية كتير، هنستغفر الله منها. بيقول ثانيا أنه يعرف العبد حاجته لربه. الذنب اللي وقعت فيه ده وقعت فيه ليه؟ قال لأنه يعرف العبد حاجته إلى حفظه له ومعونته له وصيانته، وأنه كالوليد الطفل في حاجته إلى من يحفظه ويصونه. الله، مش أنت عملت حاجة بتغفر الذنوب؟ يعني رجعت مولود تاني؟ مستغرب ليه أن أنت تتلط؟ في مولود في الدنيا يعدي الشارع لوحده؟ انت عيل صغير خلاص، انت نضفت، انت بتتوب من الذنوب. لما تتوب ما تمشيش لوحدك لحسن يخطفوك، خلي معاك ربنا، قول اللهم انت الصاحب، اللهم انت الصاحب في السفر. عشان كده بيقول ان الانسان محتاج لربنا زي حاجته الى من يحفظه ويصونه، زي حاجته للطفل الصغير الذي يحتاج إلى من يحفظه ويصونه. فإذا لم يحفظه مولاه ويصونه ويعينه فهو هالك ولا بد. عرفت بقى أنت هلكت ليه؟ عرفت ليه وقعت في الذنب بعد طاعة؟ عرفت ليه وقعت في الذنب بعد أمر معروف ونهي عن منكر؟ عرفت إزاي كنت أنت صالح وابتليت بذنب؟ عارف ليه؟ لماذا يبتلى الصالحون بالذنوب؟ علشان يعرفوا إن هم لسه محتاجين ربنا سبحانه وتعالى. في حاجة أهم من ده كله، بعد فاصل قصير إن شاء الله أخبركم لماذا يقع الصالحون في الذنوب. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. يا رب توب علينا يا رب، اللهم ارزقنا توبة ترضيك يا رب. ابن القيم عليه رحمة الله كشف أسرارا غريبة في سر وقوع الصالحون في الذنوب، سر وقوع الصالحين في الذنوب. فقال أن من أسرار ذلك أن الله سبحانه وتعالى يستجلب من عبده بذلك ما هو أعظم أسباب السعادة له من الاستعاذة والاستعانة من شر نفسه وكيد عدوه، ومن أنواع الدعاء والتضرع والابتهال والإنابة والفاقة والمحبة والرجاء والخوف، وأنواع من كمالات العبد تبلغ نحو 100، ومنها ما لا تدركه العبارة وإنما يدرك بوجوده، فيحصل للروح قرب خاص
لم يكن ليحصل بدون هذه الأسباب. اللي يقع في الذنب وهو جرب المعاملة غير اللي يقع في الذنب وهو عمره ما عامل ربنا قبل كده. علشان كده الكلام مش للي هيقول خلاص نقع في الذنوب بقى بدم فيها أسرار وحكم، لا ما حصلش. ومن مين اللي يقع في الذنوب؟ نقع في الذنوب وإحنا محبين، فنفتكر المعاملة، نفتكر معاملة الله القديمة، نفتكر إن كان في حلاوة، نفتكر إن أنا عملت ذنب زي ده وربنا تاب علي منه، أفتكر إن رب العالمين غفر، إن رب العالمين عفى، إن رب العالمين دوقني، إن رب العالمين أنا جربت منه رحمة قبل كده. أيوة أيوة. علشان كده يكون الابتهال ابتهال إنسان مجرب، جرب الإنقاذ، جرب التدارك، جرب الحلاوة. اللي بيقول أنا بقالي 10-15 يوم ما عملتش كذا من الذنوب، اللي بتقول أنا بقالي كذا يوم ما بطل الذنب الفلاني ومش قادر أمسك نفسي، ما هو الأيام اللي انت جربتيها دي، ما هو الأيام اللي انت جربتها دي عاملة في ضميرك ذاكرة. افتكر المعاملة، افتكر ان انت جربت ان انت تبقى مذنب وطلبت فتاب عليك. إن الله يحب، إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين، يحب التوابين يحب التوابين ويحب المتطهرين. ايه ده يا رب؟ تحبني يا رب لاني بتوب؟ يعني الانسان يبتهل الى الله بصحيفة جناية مكتوب فيها ان انا غلطان؟ ايه ده؟ شوفوا سيدنا يونس خرج من بطن الحوت ازاي؟ شوفوا سيدنا يونس خرج من بطن الحوت ازاي؟ وانتوا تفهموا جمال التوبة وجمال الاستفادة من تقدير الله الذنب على عبده. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنادى في الظلمات، فنادى في الظلمات، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك إني كنت من الظالمين. غلطان وغلطي وسيلة لرضاك، وغلطي مطية لعفوك. غلطان بس اروح لمين غيرك؟ مذنب بس ماليش الا انت، مخطئ بس ماليش الا بابك. رباه اغلقت الابواب الا بابك، قصدت الابواب الا بابك. ربي ضاقت الاسماع عن استغاثتي الا سمعك. كريم 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 كريم، ووجهك كريم، وفضلك عظيم،
واسع واسع لم تزل ذنوبي في رحمتك، رحمتك أرجى من الذنوب ومغفرتك أوسع من الذنوب، رحمتك أرجى من عملي. يا كل هذه الأحوال يذوقها الإنسان حينما يقع في الذنب. يونس عليه السلام إنسان تاني، علشان كده الملائكة توسلت لرب العالمين فقالت: يا رب يونس عبدك الصالح الذي كلما الذي يصعد لك منه في كل يوم عمل صالح ودعاء صالح. هو ده صنايعي عابد، فلما العابد يخطئ يبقى حاله وهو بيتوب غير حال غيره، لأنه عارف من الله ما لا يعرف غيره، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لكن العبد الصالح إذا وقع في الذنب بيتوب وبيعرف إن الطرق على الباب يسير. هنا بقى تعرف بركة النوافل اللي بتصليها وانت على الطاعة، هنا هتعرف بركة كل درس علم وفائدة استفدتها في أيام تقواك. يبقى وانت كويس حوش معاملة، وانت سائر اجمع علم بالله، وانت على الطاعة احرز فهم عن الله، وانت لسه مش مذنب وانت دلوقتي بتعمل عمل صالح استعصم باللجوء والاستعانة. فاكرين كم مرة قلنا ان اللي بيعمل الذنب دايما يقول: انا كنت عظيم قوي، انا كنت كبير قوي، انا كنت صالح قوي، انا كنت بعمل حسنات رهيبة، انا كنت بعمل كذا وكذا. ليه بعد كده وقع؟ علشان نظرته لنفسه وهو كويس، فلما كان كويس كان شايف نفسه. يبقى الدواء ايه وانت كويس؟ شد حيلك في الاستعانة والاستغاثة. عايزين نتفق على حاجة دلوقتي كلنا نعملها في كل صلاة من هنا ورايح، مفيش سجود تقول سب 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 الله أكبر سب 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 الله أكبر، لا، من هنا ورايح سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، وبعدين تستغيث بالله. انا مفيش حاجة، ما عنديش امتحان استغيث ايه، انا ما عنديش مشكلة، مش عيان بحاجة. هو ده اللي احنا عايزينه، من سره ان يستجيب الله منه في الشدة فليكثر الدعاء في الرخاء. عايزين ندعي كتير. ممكن اعمل اعلان دلوقتي، في كتاب صغير اسمه الدعاء من الكتاب والسنة للشيخ سعيد بن وهف القحطاني. اللي معهوش الكتاب ده يبقى راجل عاجز، يبقى مكسح. ومعايا الدليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. كتاب صغير كده فيه الدعاء من الكتاب والسنة، لازم تجيبه، لازم معك الكتاب ده. والناس اللي عندهم تليفونات أندرويد أو أبل فيه نسخة للهواتف الذكية، الدعاء من الكتاب والسنة. وكل يوم تعيش مع دعاء واحد، دعاء واحد بس، وتدعي بيه في كل الصلوات الخمس. يلا الناس اللي عماله تقول لي انت ما بتقولناش واجب ليه، هو الواجب في الحلقات التربويه بس ولا ايه؟ ايوه الواجب الكبير للحلقات التربويه، عشان بشوفهم وبيشوفوني، بشوفه لما بياخد الواجب بتبقى عينيه عامله ازاي. لكن العلاقه عن بعد دي ما اعرفش اديك واجب كبير اقف واحد على قده، ولا ادي واجب صغير ويكون اللي بيشاهدني واحد يستحق واجب اكبر من كده. المهم اللي عايز اقوله ان خد الواجب ده وامشي عليه كل يوم، كل يوم دعاء واحد بس، كل يوم دعاء واحد بس من الكتاب والسنة، يبقى معاك الدعاء ده وتدعي بيه ليل نهار، وتدعي بيه في كل صلاة في كل سجدة. لأن المذنب هينفعه رصيد الدعاء ده، وهيبقى لما وقع في الذنب هيعرف يقول. مش الرسول عليه الصلاة والسلام زار واحد فرأى عليه علامة العقوبة فقال له: هل كنت تدعو بشيء أو تقول شيئا؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: وما كنت تقول؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معذبي به في الدنيا
في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال: ويحك لا تطيقه، هلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يبقى لحد ما تجيب الكتاب ده، انت ان شاء الله هتجيبه النهاردة ان شاء الله، تخش على تليفونك دلوقتي وتدور على الكتاب ده دلوقتي على النت، لو ما لقيتوش اشتريه، ده بجنيه، ده بريال، لازم تجيب الكتاب ده. لما تجيبه وتعيش معاه تبقى تعيش كل يوم مع دعاء، لحد ما تجيبه من النهاردة لحد ما تجيبه، كل صلاة وكل سجدة وكل لحظة تدعي فيها وتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لأن الناس اللي ما يعرفوش ربنا لما بيقعوا في الذنوب بيخرج منهم دعاء يضيعهم ويأذيهم. فاكرين صاحبي اللي قلت لكم عليه، اللي عمل ذنب فخرج يقول يا رب الذنب ما يجيش في أولادي، يا رب الذنب ده ما يجيش في مراتي، يا رب ما تبتلينيش بالذنب ده في مراتي، خرج لقى العربية مسروقة. انت مالك، انت مالك الذنب هيجي في ايه ولا مش هيجي في ايه؟ انت بتتعامل مع ربنا كأنه مدير الشغل؟ لا، قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ادعي ربنا سبحانه وتعالى، ادعيه والجأ إليه سبحانه وتعالى، وتعلم ازاي تناجيه بفهم. بيقول ابن القيم كمان ان النفس، ان الانسان الصالح لما يذنب بيعرف مقدار نفسه، مهما تتغر ومهما تذنب، مهما تتغر ومهما تشوف نفسك بتعمل معروف وبتعمل خير، ما بتعرفش نفسك، بالعكس بتنسى نفسك. لان اللي بيعمل عمل صح، دايما نقول ايه، اللي بيعفي لحيته او اللي بتلبس النقاب في البداية كل الدنيا واقفة قدامها وكل الدنيا واقفة قدامه وبيحاربوه. طيب صامد ليه؟ صامد ابتغاء وجه الله. فجأة اللي كانت امها بتدعي عليها لو لبست النقاب، دلوقتي امها في كل مكان وفي كل مجلس بتقول بنتي صاحبة مبدأ، ده كلنا حاربناها، وابوها قال لها ما انتش راحة الكلية، وامها قالت لها انسي اني راضي عنك مش هكلمك، وصاحباتها الانتمات قالوا لها مش هنكلمك، دلوقتي كل دول بيقولوا دي بنت صاحبة مبدأ، وقفت قدام الكل وصمدت وثبتت وبقت بطلة وعملت اللي يرضي ربنا رغم عدم رضانا عنها. ودلوقتي زي ما والدتي الله يرحمها كان بتعمل، دلوقتي امه بتقول لكل جيرانها انت ابنك ما بيصليش، هاتيه يقعد مع ابني، ابني بيصلي، خليه يتعلم من ابني الصلاة، هتلاقي عمرك شريط الشيخ يعقوب لماذا لا تصلي سمعه لابنها. شوف ازاي بعد ما الناس تبقى واقفة قدامك يتحولوا ان هم يفخروا بيك. ها النقاب دلوقتي ليه؟ اللحية دلوقتي ليه؟ عشان انت شيخ؟ عشان حضرتك تقية وورعة؟ قوللنا لابس النقاب ليه دلوقتي؟ ومخبية عنيك ليه؟ وحريصة على ان الحجاب يبقى فيهوش غلطة ليه؟ الاجابة ابتغاء وجه الله. فلما الانسان يقع في الذنب يعرف حجمه الحقيقي. هحاول احذف من القصة سطور كتير برضو ما ينفعش، ما تتحكيش مهما حذفنا منها سطور ما تتحكيش. انما انسان كان حريص على الدعوة وحريص على الخير وحريص على صنع المعروف وبيدافع عن الحق وبيحارب علشان الحق، وبعدين ابتلي بفاحشة في غاية الوقاحة، وبعدين فضح. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، اللهم استرنا ولا تحول عنا سترك يا رب. بعد ما افتضح يبص لنفسه يعرف ايه؟ يعرف كويس ان هو وحش، معرفة قدر النفس. ابن القيم بيقول ومنها أن العبد يعرف حقيقة نفسه
وأنها ظالمة، وأن ما صدر منها من شر فقد صدر من أهله ومعدنه. أيوة هو ده، عرفتي؟ عرفتي أنت مين؟ هو ده أنت، مش الشيخة اللي كل الناس بيحترموا المشايخ علشان خاطرها، مش الفقيهة اللي كل الناس بيختشوا من معصية الله قدامها. لا، هو ده الحقيقة، ده أنت. إذ الجهل والظلم منبع الشر كله، وأن كل ما فيها من خير وعلم وهدى وإنابة وتقوى فهو من ربها تبارك وتعالى. لما العبد يقع في الذنب يفهم كويس إن شوف أنت عامل زي الكوباية، الشيطان يعبيك شر ورب العالمين يعبيك خير، يبقى أي خير فيك ده مش أنا، ده ستر الله ورحمة الله. عشان كده كان دعاء الرسول إيه عليه الصلاة والسلام؟ اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. تعرف تحفظ الدعاء ده وتقوله؟ اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. فإذا ابتلى الله العبد بالذنب عرف به نفسه ونقصها، فرتب على ذلك حكم ومصالح عديدة. خامسا، بيان عدل الله. ربنا ما بيظلمش، الحقيقة اللي جواك دي لازم تطلع. سادسا، التفات العبد لمعاملته مع الناس، ان العبد يعرف ان الناس ممكن يكونوا احسن منه، فيتوب من ازدرائهم ويتوب من احتقارهم، وكذلك مقابلة إساءة الناس بالإحسان. كل ما حد يعمل لك حاجة استفيد من أذى الناس ليك إن أنت تستاهل، علشان ربنا عدل. شفت بقى نعمة الاستعانة بالله على الصبر على أذى الخلق بإيه؟ شفتي بقى يلي جوزك بيأذيكي، يلي اتظلمتي، يلي جوزك ما بيعدلش بينك وبين أزواجه التانيين، يلي ابتليت في الشغل بواحد بيظلمك وانت متفوق، شفت ليه؟ بذنوبك. انت تستاهل اكتر من كده، علشان كده ما تستهنش بالخطايا والسيئات، وما تعتبرش ان نزول الظلم عليك انت ما تستاهلوش. لا، قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال سعيد بن جبير للحجاج: إن كنت لي ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم. وجاء رجل يشتم وكيع فجعل وكيع يحسو على رأس التراب ويقول: زد وكيع بذنوبه، زد وكيع بذنوبه. صح، انت مظلوم المرة دي، انت مظلوم المرة دي، لكن الظالم سيفي اقتص به ثم اقتص منه. الظالم سيف الله، هو ظالم لكن ما خرجش عن قدر الله، ربنا سلطه عشان ينتقم منك في حاجة انت بينك وبين ربك، ثم ينتقم الله منه سبحانه وتعالى. كذلك معرفة النعمة، وخصوصا نعمة المعافاة والتوفيق. لما العبد الصالح يقع في ذنب يبقى يقدر نعمة ان هو كان قاعد وقت من الاوقات مش مذنب ويشتاق الى هذه الايام. عاشرا، اثار التوبة، ان الانسان يفرح انه داخل على التوبة. ده لله المثل الاعلى. في اخت بتقول اجمل ايام في حياة الزوجية أيام الخصام، لأني بستبشر فيها بحلاوة الصلح. شفت إزاي الستات بيحبوا النكد؟ اللهم اهدي النساء يا رب. لا، مش كلهم إلا من رحم الله. أقصد أن أقول أن الإنسان في حال الوحشة بينه وبين ربه يستأنس بجمال التوبة وبفرح الرب بالتوبة. ونختم بدي، إن ابن القيم عليه رحمة الله يقول: وتأمل
كيف يجد القلب الحياة والفرح وأنت لا تدري سبب ذلك الفرح ما هو؟ وهذا أمر لا يحس به إلا حي القلب، وأما ميت القلب فإنما يجد الفرح عند ظفره بالذنب ولا يعرف فرحا غيره. الإنسان لما يظفر بأن ربنا يفرح به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم الذي أضل راحلته، الذي وجد راحلته وقد أضلها في أرض فلا. اللي يفقد كل ماله وخيره وكنزه وبعدين يلاقيه يفرح إزاي؟ أو رب العالمين يفرح بعبده أكتر من فرح الإنسان بالكنز. يبقى الإنسان يفرح قد إيه بالتوبة وينيب قد إيه بالتوبة؟ يبقى يا عبادي لو أنكم لا تذنبون، والله لو أنكم لا تذنبون لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لكم. يبقى كل أمر المؤمن خير، يبقى ما تيأسش من روح الله، يبقى حتى لو وقعت في الذنب في فوائد محدش في الدنيا يتعلمها إلا أنت، في علوم محدش في الدنيا يتعلمها إلا اللي وقع في الذنب. عرفت الشر ترجعلوش تاني، عرفت الخطأ ما ترجعلوش تاني، عرفت الغضب ما ترجعلوش تاني. اوعى تيأس، والله لسه باب التوبة مفتوح، أبشر والله لسه باب التوبة مفتوح لك. قال ابن القيم: وانظر إلى ما يعقبه فرح الظفر بالطاعة والتوبة النصوح من الانشراح الدائم والنعيم وطيب العيش، ووازن بين هذا الفرح وفرح العصاة، ثم اختر ما يليق بك ويناسبك، وكل يعمل على شاكلته وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الزكية. اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العليا، حتى ألقاكم في الأسبوع القادم من مشيئة الله. استغفروا الله وتوبوا إليه، والسلام عليكم. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.